السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. سيكون عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع مظاهرات العراق بين المطالب المشروعة والقمع الحكومي، ويمكنكم المشاركة بتعليقاتكم ورأيكم من خلال الاتصال بنا عبر أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضرتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم إرسال رسائلكم النصية. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. الكهرباء اعطيني وطن، اعطيني وطن محترم، جنسيتي صارت اسوأ ثاني جنسيه بالعالم، اعطيني وطن. كل شيء ما اريد منك، ولك اعطيني العراق، ولك العراق سيد العرب، العراق مخ العرب، هسه العراق صار جوا رجلين، بصيت الله وصيت الجماعه، اهل الخدمه الجهاديه. ذول الخريجين هم تباعوا لهم، احنا عمرنا ما نريد بعد، انا عمري 53، نعلتنا مع الشريف بيهم، اذا ما يضربنا طرف ما يقتلني، هون برجلي. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. أطلق ناشطون في التظاهرات دعوات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لتظاهرات موحدة في محافظات البصرة وواسط وميسان والديوانية والسماوة وذيقار وكربلاء والنجف وبابل وبغداد. ويسعى الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحشيد لتظاهرة موحدة في جميع المحافظات احتجاجا على الفساد الحكومي وهيمنة الأحزاب الفاسدة على السلطة يوم غد الجمعة. وفي الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات في العراق غضبا وكرها لسلطة بسياسيها وبسياساتهم الخاطئة التي وصفها العراقيون بأنها دمرت العراق وأفقدته قيمته ومكانته العربية والإقليمية والدولية، والذين بسببهم خسر العراق مئات المليارات من الدولارات التي كانت كفيلة لبناء عراق جديد يتسع لـ30 مليون نسمة، كما قال محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي. وبالرغم من استمرار المظاهرات إلا أن القمع الحكومي قام وقائم ويزداد قسوة ودموية تزامنا مع استمرار المظاهرات وتوسع رقعتها في أغلب المحافظات العراقية، فلماذا تتعامل السلطة في العراق مع المظاهرات السلمية بهذا العنف؟ وهل المجتمع الدولي يريد الإبقاء على السلطة في العراق ليسمح لها بممارسة قمعها للمواطنين بهذه الصورة؟ وما هو مستقبل المظاهرات في العراق في ظل القمع القائم؟ وهل بقي في العراق من يصدق الوعود التي أطلقها أو أطلقتها الحكومة لتهدئة المتظاهرين؟ وأخيرا، ماذا بقي للمواطن العراقي لكي يخاف عليه في العراق ولا يخرج للتظاهر؟ أسئلة سنطرحها في هذه الحلقة، وبإمكانكم أن تشاركونا للإجابة عليها مشاهدينا الكرام. نبدأ مع حضراتكم بأول مقطع نعرضه لكم بهذه الحلقة، وهو قيام شرطة حماية حقول النفط في منطقة البرجسية بقضاء الزبير في محافظة البصرة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين والذين خرجوا للاحتجاج ضد الحكومة وأحزابها وكذلك السياسات الحكومية الفاشلة كما يصفها المتظاهرون. هذا الشرطة مالتنا، قوات سوات الشرفاء اللي جابهم الساقط ابن الساقط العبادي. هذا الوضع حاليا، شوفوا هذا الشرطي، شوفوا هذا الشرطي، شوفوا هذا الشرطي لما جاي يشوفونه من البوابة واقف ويرمي على العالم. كما تابعتم مشاهدينا الكرام كيف تتعامل السلطة أو القوات الحكومية مع المتظاهرين، نتابع أيضا نعرض لحضراتكم مقطع في قضاء الزبير بمحافظة البصرة وهو محاولة من قوات سوات لدهس المتظاهرين. للباك سجاد سجاد سجاد، خليني 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 من الباك، لا تخاف مني، لا تخاف حتى يا ارمي خليني.
من عملية دهس في البصرة إلى محافظة المثنى بعملية أو محاولة دهس أخرى نفذتها القوات الحكومية، فلنشاهد. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، في هاتين المحاولتين لدهس المتظاهرين لا يوجد اكتراث لأرواح البشر، أرواح العراقيين الذين يتظاهرون من أجل المطالبة بحقوق مشروعة بمظاهرات سلمية كما وصفتها المنظمات الدولية، منظمة العفو الدولية التي تحدثت عن هذا الموضوع وقالت بأنه المظاهرات التي تحدث في العراق الآن هي مظاهرات سلمية تماما، لا يوجد أي حمل للسلاح ولا توجد أي أعمال عنف، وبالتالي لماذا يقابل أو تقابل هذه المظاهرات بأعمال عنف من قبل السلطة؟ نعرض الآن لحضراتكم أيضا مقطع تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عناصر من قوات السوات وهم يقومون بضرب المتظاهرين السلميين في المحافظات الجنوبية بشكل عام، ولكن دعونا نتابع هذا المقطع في البداية. طبعا المظاهرات في العراق التي تحدث حاليا اتهمت من قبل السياسيين أنها حركات تخريبية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وهنا نضع مئات الأقواس على هاتين الجملتين، وقضية أنهم يؤذون الممتلكات العامة وكذلك الخاصة. دعونا نتابع الآن مقطع من محافظة البصرة لعملية اعتداء قوات مكافحة الشغب الحكومية على المحال التجارية في المحافظة، وما الذي قاله المواطنون في وصف هذه الحالة. شوف هذا رمي عشوائي طبعا، محلات طبعا لعبة وجولة والله العلي العظيم. زين هاي شوف الغاز ببطن المحل باعوا لي، هاي شوفوا حتى يقولوا المتظاهرين سووا شغب وحرقوا المحلات وحرقوا، وهاي هم والله العظيم غاز مسيل للدموع هنا ببطن. ونصل أيضا إلى مقطع آخر يظهر تعامل القوات الحكومية مع المتظاهرين كيف انعكس على إصابات وقتلى بين صفوف المتظاهرين، دعونا نشاهد. حتى لو رحتونا جنها أجل سلمية ولهم كثير المريد وين اعتقلوهم؟ في البرجسية. نعم سلمية. سلمية. نعم سلمية. ولحد الآن عندنا مصاوب خطايا لابدين مختلفين من الجيش، لحد الآن مصاوب بالشمس لابدين قتلي صح. أكو أمر فوج ما نصوتي جاز على الزبائر، يقول على الزبائر كلكم نكشين رمي رمي حتى يشهد الله فائدة. كما تابعتم مشاهدينا الكرام نتائج التعامل الدموي العنيف كما يصفه العراقيون مع المتظاهرين، وبالتالي هذه هي النتائج، مصابون وقتلى بين صفوف المتظاهرين. نستمع إلى رأي السيد أبو زينب من النجف، فضل أبو زينب حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المطلوب هسه إذا الله سهل باكر تطلع المظاهرات من الشمال إلى الجنوب. نعم. ما يفترون ولا يتوانون، لأنه بس يفترون راح تمتص جميع قضاياهم اللي طالعين من أجلها. وبالنسبة ادعاء المسؤولين بأنه هذه قضية مسيسة أو قضية مكسوسين، لا، هذا فشلهم، فشلهم تجاه الشعب العراقي، يؤكد أحقية الشعب العراقي فيما ذهبوا إليه. ليش تستمر السلطة أبو زينب، ليش تستمر الحكومة باتهامكم أو باتهام المتظاهرين بالمحافظات الجنوبية وبالمحافظات العراقية بشكل عام أن دائما بينهم مندسون وبينهم مخربون وهناك خلايا نائمة؟ لماذا هذه التهم؟ لماذا لا تعترف السلطة بأخطائها؟ بك واحد خطأ يريد يبين نفسه دائما هو ناصح وهو وطني وهو شريف وهو نزيه.
يعني ابسط شيء هو قطاع الكهرباء 60 مليار دولار تبني بها مدينه حديثه بجد بغداد يصرفون على الكهرباء معيب عليهم يستجدون من ايران ويردون انت يستجدون من السعوديه نقطنا الغاز مالنا صار ل 70 80 سنه يحترق بالهواء وهم صار لهم 15 سنه فهم حولوا الى بوري مو اوزعها على 18 محافظه وبعدين قسمها قسمين في كل محافظه يبني محطه غازيه حديثه والباقي يستخدموه لبعض المعالجه الى الغاز الطهي. أبو زينب بعض الانتقادات وجهت إلى المتظاهرين أو إلى بعض المتظاهرين هناك من يطالب فقط بكهرباء وماء وخدمات وأن حققت السلطة هذه الخدمات سيعود إلى منزله مرة أخرى هناك من ينتقد هذه الشريحة التي تسعى فقط إلى الحصول على الخدمات ثم العودة من جديد إلى المنازل ومتناسية ما الذي تفعل الدولة بالمواطن من قمع ومن قتل ومن تهجير يعني أكو أمور ربما أكبر من ذلك بكثير من أجل المطالبة بها ما رأيك أنت؟ والله هو كل شيء هو الآن الباب فتح اضطر الحين في كل صيف وارتفاع درجات الحرارة وأنا أشرت لك قبل شوية يعني أنا رجل عمري 60 سنة وصاحب عائلة لحد الآن قاعد إيجار يعني مسألة السكن ما حد تعرض لها قلت لك عندنا بالنجف ناس سكنة والقبور وحتى السكنة والقبور طلعوها من القبور قالوا عليهم ارهابيين والنجف واحد يعني من الشفر الى الحدود السعوديه يا اخي عندي مو بس محيط المدينه في كل محافظه ايضا اسوي اقضيه ونواحي جديده ووزع الناس اقطع على المطار اخر شوف اهم شيء هو العامل الاقتصادي والعامل العمل والسكن لان اهم المقومات اذا تسيطر عليهم وتنفذهم تقتل توهق الجريمة بعد ماكو جريمة واحدة بلد نصي أغنى دولة بالعالم أفضل شعب بالعالم من يجدون الناس في نقطة كلاسية ها؟ زين بعدين دول الموجودين بالسلطة من السلطات الثلاث إلى أصغر نائب نديهم كلهم نفسهم وكلهم مستفيدين وكلهم نصوص وحتى اللي بضايق ساكت فهذا يعتبر مشترك بالجريمة. نعم شكرا أبو زينب كنت معنا من النجف. أبو زينب يتحدث عن بالبداية طالب بعدم تراجع المتظاهرين لأن التراجع ربما قد يقتل هذه المظاهرات ولن تنهض من جديد هكذا يرى أبو زينب وهكذا ربما يرى كثيرون حقيقة في العراق الآن نظرا لعدم القدرة على الاحتمال مرة أخرى سياسات جديدة ربما قد تتخذها أو تتبعها هذه السلطة أو السلطات القادمة إن كانت حكومة العبادي أم حكومة قادمة ستأتي نتيجة العملية الانتخابية التي وصفها العراقيون بالفاسدة. رغبة ودعوة بعدم تراجع المتظاهرين هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية دعا أبو زينب إلى مظاهرة عارمة بعموم العراق يوم غد الجمعة باعتبار الدعوات الآن المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء العراقيين هي للترويج لمظاهرة كبيرة تخرج يوم غد الجمعة. أيضا طالب المحافظات المتبقية بأن تتكاتف مع المحافظات الجنوبية التي المحافظات التي تحدث فيها المظاهرات الآن وهذه الدعوة ليست فقط من أبو زينب من كثير حتى من العراقيين الذين ينتظرون مساندة من بقية المحافظات العراقية لكي تحدث ثورة يصفوها بالعارمة ودور الميليشيات طبعا الميليشيات التي وصفت بأنها ميليشيات قمعية ميليشيات مسخرة لقتل وتهجير وذبح العراقيين والتعدي على أي مظاهرة واختراقها ومحاولة هدم هذه الأفكار الرافضة للسلطة الموجودة في العراق هذه الأدوات ألا وهي الميليشيات مسخرة لعملية قمع مباشر بدون أي اكتراث لأي قانون. معنا اتصال السيد أبو حسن من بغداد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. حياك الله. بالنسبة للمظاهرات نعم هم ماكو تنسيق بين المتظاهرين يعني ماكو تنسيق كان انحلت يعني هاي أمور صارت غيرها. شلون تنسيق أبو حسن؟ شلون؟ ماكو. يعني قصدي شنو مثلا المحافظات من فيما بينهم يتفقون على وقت محدد ويرسمون الخريطه بالتظاهر يعني شلون ايش راح يسوون؟ يعني اكبر اعطيك مثال صغير.
نعم. يعني تقول هذا الرجال ما 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 يعرف. أتوا كان العبادي بالفندق. الازمة أخلي يعني شلون نقول على رهينة. هم دولة شنو هم دولة؟ بس هم طلعوا أول واحد الباقيين كلهم ينهزمون. فشيء تنسيق ماكو. بالنسبة للمتظاهرين على الحقوق يعني حقوق الناس. نعم. يعني هم جربوا الغربية لما ظهروا. أذوهم يعني ضربوهم وأذوهم فد مرة يعني. فهم عبالهم دولة يعني ما راح يضربوهم أو مطالبهم تصير. هي كلها سواسية. يعني طيب أبو حسن الآن هناك خلينا نقول عتب على بغداد باعتبارها المركز، لا توجد مظاهرات قوية كالتي تحدث في المحافظات الجنوبية، برأيك ما الأسباب التي تمنع المحافظات العراقية المتبقية من أن تخرج بمظاهرات؟ مو هي أخي محمد، هي المظاهرات السابقة يعني شلون يقول لك يعني ما مهتمين لها هي الحكومة أصلاً، هي الحكومة ما مهتمة لأي إنسان، حتى للبشر يعني البشر ما مهتمة. فهم دول ملت يعني، ما أقول لك يعني ملت يعني ما يردون يطلعون، بس يعني أي طلب يعني هسه واحد من البداية يا بهاي طلباتنا الغربية سوت تبغت هاي مطالبنا، طلعوا المعتقلين أعطونا حقوقنا، ما حد أعطاهم. فهذول هم نفس الشيء راح يطلعون وراح يضربوه. طيب لو نحسبها بهذه الطريقة أبو حسن، ما كان طلعت المظاهرات أو انطلقت بالمحافظات الجنوبية. لو نجي نحسبها من هذا المبدأ أنه نطالب والسلطة ما تسمع فخلص ملينا خلينا نقعد ببيوتنا، لو هذا المبدأ هو مبدأ منطقي، ما كان طلعت المظاهرات بالجنوب وما كان شفناها انتشرت بهذا الشكل الكبير. شنو رأيك؟ مو الجنوب أخي محمد، الجنوب يعني هو على أساس هم بأنه هم من ملتهم، فراح يعني متصورين بيحصلون حقوقهم قبل ما تصير المظاهرات. بس هي الكل سواسية يعني كل ضحايا كل الطوائف. بس شنو ليش ما تنجح احنا عندنا هذه الشغلات؟ راح اقول لك ليش. اخوي محمد، احنا لو قومية واحدة يعني ديانة واحدة مع احتراماتي لكل الناس الطيبين فقط. يعني هسه اروح بمصر يعني دولة واحدة وشعب واحد، لا واحد مذهب عند فلان ولا ذاك عند مذهب فلان. أبو حسن احنا لو نجي نحكي بهذا المبدأ يعني العراق شهد ثورات تكاتف بها المجتمع بشكل عام. ثورة 20 ثورة انطلقت نعم من المحافظات الجنوبية، شاركت بها كل أطياف المجتمع العراقي وقضت على الاحتلال. يعني الفكرة لو نجي نحسبها من هذا المبدأ، مبدأ الديانة أو الطائفة أو مبدأ القومية أو مبدأ الانتماء، يعني لما كان العراق قد خلص أو انتهى من الاحتلالات السابقة بفضل تكاتف الجهود الشعبية العراقية، لا فضلنا تحت الاحتلال البريطاني وقتها واستمرينا على هذا الاحتلال. يعني أعتقد أنه قضية الطائفة وكذا كانت أداة من أدوات الاحتلال ونتيجة طبعا للاحتلال حتى ينشر الفوضى في هذا المجتمع. أخي محمد بالنسبة للثورة 20 احنا بس حتى فاهم حضرتك شغلة أبو حسن، حتى لا ندخل بموضوع أنه الأسباب هي أسباب متعلقة بالطائفة. المجتمع العراقي هو مجتمع منسجم منذ مئات السنين، لا يحتاج إلى حقيقة إلى انسجام مرة أخرى، يعني تم التلاعب به ببعض السنين التي مضت وانتهى الموضوع. أخي محمد أنا مو يعني مدى أشيء لأحد، أفهم بس يعني أشوف أخي محمد هم جو الغرب الأمريكان لعنة الله عليهم، يعني جو هم سووا تفرقة وجابوا هم دول الجنود مالتهم جنود الأمريكان في سبيل يسوون التفرقة. أما تسألني عن ثورة العشرين أخي، هناك كان قبل أكو رجال وطنيين انتمائهم للوطن. هسه طوائف جتنا ناس من يعني مو من عندنا وبينا، يعني مو عراقيين، فطلقت الفتنة هاي وخلت الناس طيب. يعني كل واحد انتهى. شكرا أبو حسن، أشكرك شكرا جزيلا. يبقى رأيك طبعا ويحترم، وشكرا جزيلا للمشاركة. ربما قد يتفق معك البعض، ربما قد يختلف معك البعض بوجهة النظر، لكن في النهاية الجميع يبحث عن عراق موحد
الجميع يبحث عن الخلاص من المآسي التي يعيشها العراق ويعيشها المواطن العراقي، وبالتالي مهما قيل فهي تظل ضمن إطار الوطنية وضمن إطار عراق جامع يحتوي الجميع. معنا السيد أبو عمر من البصرة، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذي العزيز، أنا ابن البصرة وأعرف كل زين، وأنا عايش هنا وموجود المظاهرات سنية وماكو أي غلط بيها، بس أكو ناس اندثت من الأحزاب من إيران، يعني جاي يسوونها بحيث شنو يقمعون هاي المظاهرات، لأن هي هاي ثورة، ثورة العراق، ثورة الشباب. أبو عمر أنت شاركت بالمظاهرات؟ أيوة ونعم. طيب عندكم يعني عندكم علم، عندكم علم أبو عمر، حضرتك تقول أكو مندسين بالمظاهرات، أنتم تعرفون من هم المندسين؟ تحاولون تبحثون عنهم؟ تحاولون تخلصون المظاهرات من هؤلاء المندسين؟ هم إحنا ما نعرفهم، لأن هم شباب والأحزاب، أكثر الأحزاب مسيطرة على الوضع. إحنا بالذات قوات بدر هي اللي خربت الشغلة ودمرونا. شلون أبو عمر؟ بالله وضح لنا شلون عمليات التخريب اللي دا تسويها الجهات المندسة؟ شو يسوون؟ يعني يروحون مثلا على مكان معين، لو يحرقونه، لو يكسرون جامع. احنا المتظاهرين كلهم برا، انت لو تلاحظهم كلهم برا واقفين. نعم. برا المحافظه او برا هاي، بس شو يسوون؟ يهجمون، او يهجمون على القيادات، او يهجمون على ما ادري شنو يدبوها براسنا. احنا هنا مسيطره استاذي العزيز الاحزاب. نعم. من جميع الجهات، حزب كاب الحدود، حزب كاب الميناء، حزب ما ادري شنو. يعني متنا ما تقدر تتنفس اذا ما يطلع من عندك هو الاحزاب. احنا مسيطره علينا، مدمرتنا دمار. طيب انا عندي لك اقتراح سيد ابو عمر. المواطن العراقي الذي رفع شعار السلميه في المظاهرات يعلم جيدا ان شعار السلميه يعني عدم الاعتداء وعدم التخريب وما الى ذلك. يعني الا تعتقد بانه من الافضل ان من يقوم بهذه التصرفات من عمليه اعتداء على ممتلكات عاما كانت، لأن هي في النهايه هذه ممتلكات المواطن وليست الحكومه، وقضيه الذي يخرب وقضيه الذي يثير الفوضى من اجل ان يعتدى على المتظاهرين، ان يتم عزله او يعني تحديد من هو باختصار شديد، حتى تنتبهوا فيما بينكم على قضيه من المندس الحقيقي الذي يسعى للتخريب ومن المتظاهر السلمي الحقيقي الذي خرج لمطالب مشروعه. كلامك حلو، بس انت عزيزي ما تقدر يعني تميز بيهم اياه ولا ها. نعم. هم ضربت مصالحهم فاستووا، دزوا علينا قوات على مود، ومع القوات دزوا عالم ويا الناس بحيث شنو، بان هاي المظاهرات غير سلميه، تخريب وما ادري شنو. نعم. ساعة يقولون دواعش، ساعة يقولون بعثيه، ساعة ما ادري شنو. هي انضربت مصالحهم، انضربت مصالح مخافة من الناس. تتصور يومية 7 طيارات جاي تنقل من بغداد ناس معروفين ومسؤولين، تنقلهم إلى خارج القطر. طيب. ينقلون بهالأموال، وهسه اليوم آخر شيء مرسوم جموري والله يعطي امتيازات للنواب. هو هذا تقاعد حاجة. تقاعد. اي ما يصير شنو هالحكي هذا، جاي يبوقون بينا علني، بس احنا الشعب يعني تخيل النائب يطب للبرلمان 4 سنين ياخذ تقاعد وعراقيين خدموا البلد عشرات السنين ما يحصلون على تقاعدهم، يوقفون طابور من الصبح لليل حتى يحصل على 100,000 دينار 200,000 دينار 300,000 دينار حسب، يعني هذا منطق دولة؟ واحد. طيب أنا أشكرك أبو عمر، أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. ومعنا أبو ناصر من تركيا. أبو ناصر تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك والقناة الرافدين والكل الكادر، وتحية للمتظاهرين والشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء، والله يحفظهم إن شاء الله بحق ليلة الجمعة. نعم. أستاذ محمد، يعني أنا قبل شوية استمعت إلى كلمة لهذا المجرم الخائن العميل اللي قتل العراقيين، هادي العامري جامع لك كم حسالة من حسالات البشر من أمثال أبو مهدي المهندس وقيس. نعم. الخزعلي، وده يعترف يقول إحنا قصرنا بحق الشعب وما قدمنا له أي شيء. نعم. وكنا ملتهين بالصراعات السياسية والمناصب ومن هالشغلات هاي. نعم. لا تنطلي هاي الشغلات على الشعب العراقي، أدعوهم الإخواني كلهم
لا تنطلي عليهم هاي الشغلات، لان هذا مجرم بالاساس. هذا يا طيب ليش هسه الاعتذار ابو ناصر؟ ليش هسه الاعتذار؟ انه شافوا الحلقه ضاقت عليهم استاذ محمد، ضاقت عليهم الحلقه وحسوا بانه هم انتهوا وراح ينتهون او على وشك الانتهاء. يعني انا اقول ان شاء الله تعالى استاذ محمد تكون مظاهرات بكره هي الفاصله. واحب اقول الاخوه ان المتظاهرين يعني كل المحافظات العراقيه ينتظرون الخلاص من هاي الزمره المجرمه الحاكمه ومن كل معممي السلطه والبرلمانيين، وان شاء الله تعالى يكون الخلاص منهم على ايدكم انتم. وانتم بديتوا بالمظاهرات وبالمطالبه بحقوقكم وحقوق كل الشعب العراقي مو بس حقوقكم. نعم. وقدمتوا تضحيات ولست تقون بس اكو دعوات للمسانده ابو ناصر، اكو دعوات للمسانده، وحتى هذه اللحظه نرى بعض المحافظات تفاعلها ضعيف مع المظاهرات التي تحدث في جنوب العراق. هذا اللي احب ان اقول لاخواننا المتظاهرين ولكل المحافظات البقيه، يعني لازم يساندون لانه هاي فرصه ما راح تتعوض. وإذا لا سمح الله انتهت هاي المظاهرات بدون تحقيق أي مطلب من المطالب اللي هي بالأساس هي موجودة ترى أستاذ محمد بالعراق، موجودة كل هاي وبساعتهم أن يحققوها، لكن ما يردون رفاهية الشعب، يردون رفاهيتهم نفسهم ويردون رفاهية إيران ورفاهية عوائلهم. يعني الأستاذ محمد ما أريد أي واحد من الشعب يثق بأي وعود من أي جهة كانت، سواء كانت سياسية أو دينية، لأن العقرب اللي لدغتك خلال 15 سنة يعني مستحيل تتحول إلى حمام السلام. وهذول المجرمين لدغوا كل الشعب من 2003 إلى هسه. وعندي مناشدة لضباط الجيش الشرفاء الوطنيين بأن يقومون بما يملي عليهم ضميرهم ولا ينخدعون بترفيع من العبادي، لأن هاي الحكومة وكل السياسيين أو اللي يدعون نفسهم بأنهم سياسيين راح ينتهون ويروحون الى مزابل التاريخ. طيب. وتبقى انتم مواقفكم لارجاع هيبه الدوله العراقيه وكرامه المواطن العراقي. وقبل ما تفكر بنفسك فكر ب 36 مليون عراقي انظلم من قبل هاي الزمره اللي حرقت الاخضر واليابس، وراح يذكر التاريخ بان الشعب العراقي ما يرضى بالظلم وبالظيم وخرج بمظاهرات عارمه ووقفوا يا ضباط شرفاء وطنيين وازاحوا الزمرة تسلطت على رقاب الشعب. شكرا جزيلا ابو ناصر، اشكرك، كنت معنا من تركيا. مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمع الى راي السيد ابو جاسم من البصره بخصوص قضيه التظاهرات وقمعها في العراق. اهلا بك السيد ابو جاسم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي والله ملينا من الوضع، ملينا من الوضع، انا من البصره من ابو الخصيب. نعم. يعني ليمتى هيك حالنا؟ ليمتى هيك حالنا؟ يعني ليمتى نبقى لا خدمات لا ماي، ما يتغسل ما تقدر تغسل فيه؟ إذا متى؟ إلى متى تحكمنا الأحزاب هاي الفاشلة اللا إسلامية؟ أريد أقول عليها اللا إسلامية، يعني 15 سنة قالوا صدام حسين قبل مو خوش إنسان، وقلنا يابا مو خوش إنسان وشابعي مضيم، هسا جيتونا أنتم صار لكم 15 سنة. نعم. يعني 15 سنة ايش قدمتوا للبلد؟ ايش قدمتوا للبلد؟ حتى الخيرات اللي بالبلد هم انتصيتوها كلها، وظلينا احنا يعني انا لحام درجة أولى، انا لحام وعندي أربع شهايد. نعم. لحام. يعني البايب مدوا بايب من الفاو، من الفاو للمصفى مال البصرة. نعم. أروح أشتغل، أروح أقدم عليه، يقولوا لي والله ماخذ كادر إيراني، كان شنو أنا؟ يعني شو كادر إيراني. بلدنا ياخذ كادر إيراني. طيب ابو جاسم انتم تطالبون هسه بحقوقكم وانتم ناس سلميين، ليش دا يضربوكم ويعتدون عليكم؟
كلها الأحزاب الجيش إخواننا الجيش والشرطة إخواننا وكلهم أهلنا كلهم هنا مرابطين وأهلنا وكلهم يعرفوننا بس جاي يجيبون ليش تضربكم الأحزاب أبو جاسم ليش؟ هاي بعد الأحزاب شنو يعني الأحزاب تريد الخير للبلد؟ يعني صارهم 15 شردوا هم يريدون الفتنة يريدون الفتنة ناس تريد الفتنة. طيب بحال الحكومة أبو جاسم نعم. في حال الحكومة ما استمعت إلى مطالبكم وقامت تضرب أكثر وتزيد بالعنف أكثر ما هي الخطوات القادمة اللي ممكن تتبعوها؟ بعد ماكو سلمية باكر الحل إن شاء الله باكر الريد وقفة أهل الغربية ويانا إخواننا أهل الغربية الريد هم ويانا يوقفون هذا اللي أريده معكم أنتم صوتكم مسموع وهاي القنوات العراقية طبعا ماكو واحد يحكي الحق إلا قناتكم الحقيقة يعني هاي القنوات العراقية ماكو قناة عراقية طلعت صورة المتظاهرين وشون يضربونهم نعم ماكو قناة وثقت ما يلي عن المتظاهرين من ضيم يعني ليش احنا ناس طالعين لا عندنا سلاح لا حتى يعني ندافع عن انفسنا بالحجارة ندافع عن انفسنا ليش يكتلونا يضربوننا ليش كل ما قلنا يعني بطالة ماكو شغل ماكو مالح هاي يعني هاي دولة ما تقدر تأسس لك ماي هاي تعتبر دولة تعتبر حكومة هاي نعم يعني أبسط شي حقوقنا الماي غسل ما تقدر تغسل يجي هنا تنكر مال ماي RO طيب شنو رأيك بموضوع الحلول الترقيعية أبو جاسم يعني حيدر العبادي اللي طلع قبل فترة قال إن إحنا بعد ما عدنا وظائف بالعراق اليوم بسبب المظاهرات أطلق 10,000 وظيفة كما يقول ولما الشباب البصرة راحوا يقدمون عليها لقوا ملفاتهم بالزبايل لقوا ملفاتهم موجودة في سلات النفايات هذا التعامل الحكومي المؤقت خلينا نقول الحلول المؤقتة ممكن تفيدكم؟ وقسم من عندهم ذبوهن قسم حرقون قسم ذبوهن وهاي كلها هنا موجودة بالمجلس البلدي بالمكاتب بالبصرة كلهم ذبوهن كله كذب وهذا العبادي حاجة سامح حاطين حديدة عن الطنطال كل شيء ماكو هذا عميل هذا عميل والله عميل بس شو تسوي بعد هذا الوقت ضدنا الوقت بيتكم أبو جاسم الوقت وياكم هسه والوقت بيتكم إن شاء الله الوقت ويانا نراويهم أهل البصرة شلون شكرا أبو جاسم بارك الله بيك شكرا المشاركة نقرأ بعض الرسائل التي وردتنا يقول أبو سيد مبروك من الإمارات يقول شعارات كثيرة ومهمة رفعت في مظاهرات الجنوب فما بين السخط العام على الحكومة وأحزابها وميليشياتها التي تعرضت مقار بعضها للحرق وما بين انتقاد المرجعية التي شرعت لهذه الأحزاب والميليشيات جرائمها والسرقات المفرطة التي ارتكبتها يأتي اتهام إيران بتسببها في الوضع المزري الذي يعانيه العراق في طليعة الشعارات والهتافات التي نادى بها الجنوبيون وكل ذلك يصب بالنهاية في خانة واحدة أن العملية السياسية التي تمسك طهران بخيوطها مهمة فيها بتفويض الأمريكي شارفت على الهلاك وأن العبث بأمن العراق الذي يمارسه النظام الإيراني من أجل مكاسبه الإقليمية آن له أن يقف عند حده أيضا يقول تعامل حكومة بغداد مع هذا الحدث الذي امتدت تفاصيله لتشمل 7 محافظات في الأقل فضلا عن مناطق عدة ببغداد بالقتل المباشر والاعتقالات بالجملة ومطاردة الصحفيين والناشطين يشير إلى إدراكها ومن يقف خلفها إقليميا أن هذا الحراك هو تهديد حقيقي للعملية السياسية لا يختلف كثيرا عن أحد أهداف حراك المحافظات الست المنتفضة في سنة 2013 وما تلاها التي تصدت للسياسات الطائفية الحكومة أو للحكومة السابقة ليتحد بذلك الموقف العراقي تجاه منظومة الحكم التي استخدمها مشروع الاحتلال وعمل وما ولا يزال يعمل على إبقائها حية رغم الأسس غير المنطقية التي بنيت عليها والكم الكبير من التناقضات التي تغشاها يعني سيد مبروك من الإمارات تعودنا حقيقة على رسائله الطويلة ولكنها مفيدة جدا وقيمة جدا بمعلوماتها نشكره للمشاركة إذا المشاهدين الكرام هناك دعوات كبيرة وكثيرة للخروج بالمظاهرات يوم غد الجمعة معنا السيد مهدي من السماوة تفضل السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ الله يعطيكم العافية. حياك الله. أهلا وسهلا سيد مهدي. وطبعا تحية خاصة للأستاذ بهجت. حياك الله أستاذ محمد. نعم. شلونك عيني؟ الله يبارك بيك. تفضل مهدي أسمعك. أستاذ بهجت أخباره مقطوعة اليوم وين؟ والله يعني مشغول الرجل وقدر المستطاع يظهر. وأخت استطاعته. تفضل سيد مهدي. تشجيع قوي من عدة. شلون؟ أقول لك تشجيع قوي من عدة. إحنا هالسماوة. نعم. إي أستاذ محمد تفضل. طبعا هي الانتخابات راح تبلش اليوم. أقول عفوا المظاهرات العامة هاي. نعم. إي أستاذ محمد. سيد مهدي المظاهرات شلون توصفوها؟ يعني هسه اكو قمع واكو قتل واكو اعتداء وضرب واعتقال. ليش دا يصير بالمتظاهرين العراقيين اللي دا يطالبون بحقوقهم يصير بيهم هذا التعامل؟ يتعاملون بأسوأ واقسى انواع التعامل اللي ممكن الانسان يتعرض له. مهدي والله احنا مظاهرة المية هي طبعا 100%. بس المشكله شنو هي؟ شنو المشكله هي؟ نعم يعني الشرطه جايه تتعامل ويانا بعنف. ليش هاي بعد؟ يعني يقول لك انتم بعثيه، انتم دواعي. ليش انت بعثي سيد مهدي؟ انت بعثي يعني هاي يقول لك بعد خلاص يعني بياناتكم دواعش بياناتكم دواعش. ليش يتهموكم هذا الاتهام؟ لا احنا سلمين وهالفرع. ليش ليش يتهموكم هذا يعني الاتهام؟ لا لا شيء. هاي بعد يقول لك انتم ناس ضد العمليه السياسيه وضد الناس وضد المشاكل كلها. نعم أشكرك شكرا جزيلا سيد مهدي من السماوة. اتهامات للمتظاهرين أنهم بعثيين أو دواعش، وهذه الاتهامات اتهم بها المتظاهرون بساحة العزة والكرمة بمحافظة الأنبار، المحافظات الست المنتفضة أو التي انتفضت، وكذلك عندما خرجت المظاهرات بساحة التحرير في وسط العاصمة بغداد في عام 2011 اتهمت نفس الاتهام، واتهمت المحافظات التي خرجت من الجنوب الآن، وستتهم كل مظاهرة تخرج فيها العراق إن كانت لا تروق للحكام الذين يقودون أو يحكمون العراق الآن السياسيين. طبعا أحد المشاركين في رسالة يقول اتصلت ولم أستطع أن يعني أصل لكم. طبعا حاول على أكثر من رقم، ربما قد يكون بسبب سوء الشبكة ربما، أو يعني بسبب سوء الخدمة، كثرة الاتصالات أحيانا، فنرجو منك معاودة الاتصال مرة أخرى. عموما هذا هو تعامل الحكومة مشاهدينا الكرام مع المواطنين. هناك قمع مستمر في العراق، هناك عمليات اعتقال، عمليات تعذيب تحدث للمدنيين، عمليات قتل وإصابة وإطلاق رصاص حي على المتظاهرين. هذا الموضوع يقود إلى عمليات إصابة كثيرة وقتلى بارتفاع مستمر في ظل تعنت سلطة باعترافها بأخطائها. حتى وإن كان هادي العامري كما قال السيد أبو ناصر من تركيا، عندما يخرج هادي العامري زعيم ميليشيا بدر والذي قاتل مع إيران في الثمانينات وقتل العراقيين في الثمانينات، يخرج الآن بشكل وطني ويحاول أن يبرر الأخطاء الموجودة باعتذار وصفه السيد أبو ناصر من تركيا بأنه كذب في كذب. هذا الاعتذار الذي قال بأنه نحن أخطأنا وقصرنا بحق المواطنين العراقيين، هذا لن يجدي نفعا كما قال السيد أبو ناصر. معنا اتصال السيد أبو محمد من الديوانية، تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا برنامج ما أعرف أنني طبعا برنامج ما أنا أعتقد هي على المظاهرات أكيد أنها تفضل. على وضع تفضل. نعم على المظاهرات. على المظاهرات يا اخي، المظاهرات اللي صارت بالديوانيه واللي بالبطره. نعم طبعا جاي نشوف هناك يدعون بالنفس منا فصائل مقاومه يقاومون الارهاب وحشد الشعب على اساس من. نعم الله وكيلك، هاي كلها كذب كذب، هاي كلها سياسه وكلها مصالح. شلون؟ كلها مصالح. اللي جاي يصير بالديوانيه جاي هناك فصائل تندعي بان هي مقاومه، جاي تقتل مع الناس وتقتال الناس وتقتل الناس وساكت الناس، خايف الناس منهم. ليش ليش يا ابو محمد؟ يعني هسه الناس اللي يعتدون الميليشيات ليش؟ كل من عنده زمره وكل من عنده ميناء وكل من عنده عين ما نفق. لمصالحهم يقومون بقمعكم. انا اهل الديوانيه شاهد الله عمار الحكيم وهادي العامري وقيس الخزعلي
الله وكيلك، انا رجاء شيعي. هادي العامري يقول لك احنا اسفين، هادي العامري يقول احنا اسفين يا عراقيين اخطأنا وياكم. شنو ردك؟ يبقون بهالمحافظة ونهبوا اموالها وثرواتها وقامعين الناس، وهسه بالليل مداهمات دول الناشطين المدنيين يوميا يداهمونهم ياخذون يردون يسكتون الناس يقطعون نفسها، والكهرباء مو زينة والماي مو زينة وبلدية ما لها رواتب. اكو دعوات باكر يا ابو محمد انه لازم تكون مظاهرات بالعراق يوم الجمعه باكر، دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي، دعوات عراقيين يدعون اخوانهم بكل المحافظات بان يخرجوا، شنو تفاعلكم مع هاي الدعوات؟ انا بالعكس مايدينا احنا المظاهرات، مايدينا احنا، احنا مايدينا واحنا ودنا تصف هاي الحكومه اللي تنزعج الشيعيه لعنه الله عليهم. ناس فازين يشهد الله، ابراهيم الجحفري، اياد علاوي، المالكي، كلهم واحد هم كلهم حراميه، ونهبوا العراق وثروتهم ضامنها بالاردن مليارات الدولارات، واللي ضام ثروته بامريكا واللي حولها ببريطانيا. ما شايف واحد يحصمني جنسيته بريطاني ويجي يحصم بالعراق، شنو ايش عندنا؟ يا اخي شنو هسه ماكو غيره الا حيدر العبادي؟ ماكو غيره ترجعونه؟ شنو هلا المهزله جاي تصير عندنا؟ وين ناقش شرفه؟ اكو شيء فساد بالعراق، خليه يتنفسون، خليه يطلعون، يغيرون، نفطنا راح، ثروتنا راحت، دمرنا، صد ماكو، كل شيء ماكو بعد. شكرا جزيلا سيد ابو محمد من الديوانيه، وضحت الفكره. العراقيون الذين خرجوا الان بمظاهرات بعد أن فقدوا الأمل بهذا البلد وفقدوا الأمل بأن يحصلوا على كل شيء وأي شيء من مقومات الحياة الأساسية من هذه السلطة، وبالتالي خرجوا كما يقول السيد أبو محمد. أبو عبد الرحمن من بغداد تفضل. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام. نصي صوت التلفزيون رجاء واسمعني فقط من الهاتف. تفضل ابو عبد الرحمن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي احنا شنو ذنب هاي المتظاهرين اللي جاي هسه هو يقتل بيهم ويضرب بيهم؟ نعم. ابو عبد الرحمن رجاء بس ابتعد عن التلفزيون رجاء حتى لا يصير صدى صوت ارجوك. طيب اشكرك ابو عبد الرحمن، اعتذر منك، حاول مره اخرى ورجاء يعني حاول ابتعاد عن التلفاز لكي نسمعك بشكل واضح ولا يكون هناك صدى صوت. ابو سعد من السعوديه تفضل، حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا اخوانا المقدم، وبارك الله في هذه القناه المباركه الفضيله اللي تحكي بالحق، وانا اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أهل العراق الحين، يعني أنا حكي أهل العراق يعني كل الطوائف، أنه عرفوا لعبة المصالح القائمة عليها السياسة، الحكومة هذه الفاسدة اللي جت أصلا لنهب أموال المسلمين أهل العراق، وأنهم يتمرزقون من هذه البلد. والحمد لله، وأنا قبل فترة قبل شهرين أو ثلاثة شهور كلمت معاكم قلت لكم ترى إيران تعتذر، وهذه هي اثار احتضار ايران، ان اقل شيء يعني اتباعها عرفوا اللعبه من اولها الى اخرها، وان شاء الله الاجل الجمعات الجايه حتشوفون نصر وفرحات ان شاء الله في العراق لا توصف. والله يوفقكم ويسعدكم، واحنا اهلكم بالسعوديه معاكم في كل ان شاء الله في السراء والضراء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شكرا جزيلا سيد ابو سعد. معنا السيد هشام من المانيا تفضل. الو السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. بخصوص الاوضاع الجاي تصير بالعراق، طبعا احنا طلعنا بسبب الاحزاب السياسيه. نعم. لان هاجرنا بلدنا وعفنا اهلنا وناسنا، والاغلبيه خريجين جامعات بسبب ظلم هاي الاحزاب الفاسده اللي فعلت ما فعلت بالعراق، اللي حضرت 1400 سنة. نعم. اجوا لهذا البلد الخيرات، هذا البلد العريق، زين
ناس كلها الله وكيلك منشن وغير منشن وبرلين بهاي المدن الألمانية كلها عماير عندهم متجنسين لين ويبوق بخيرات هذا البلد وهو قاعد يحكم وما قدموا أي شيء. أرد أعرف هاي الأحزاب اللا إسلامية الفاسدة لين قدمت للبلد 15 سنة بتنا سووا بين هذا الشعب الواحد، دمروا الاقتصاد، دمروا الزراعة، دمروا التجارة، دمروا التعليم. أردفتهم إلى متى هاي الأحزاب الصاقطة من عمار الحكيم ونور المالك اللي ولاها 100% الإيران. وصدق وثق بالله يا أخي العزيز، أنا قاعد هسه ويا ابن الأنبار وابن الموصل والرمادي وابن البصرة، ابن البصرة يتصل على أهله يقول له ضباط إيرانيين يشاركون بقمع المظاهرات، قسما بالله العلي العظيم. زين إلى متى هاي الأحزاب الطاقة شعب من عندكم؟ شكرا جزيلا سيد هشام، أعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. سيد أبو مختار من واسط آخر المتصلين، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز أنا بدون تعليق أول هذا المتصل القبلي أقول له فدوى روح الحلقة خال الممدوح. نعم. يا عراقي يا شريف. والله يطيح حظ بالحكومة. حش السيد السيستاني من سيدهم إلى عاميهم كلهم سرابته، نظلم السربوت، نظلم الحرامي. طيب. على العموم مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.